وزير المالية والميزانية يعقد اجتماعين مفصلين مع عمداء دوائر العاصمة العشر ومدراء المصارف المحلية بجانب الفعالين الاقتصاديين بهدف وضع خطط لمجابهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. سيدة البلاد الأولى تشير إلى الجهود التي بذلتها الدولة في مجال مكافحة مرض السيدة. جاء ذلك أثناء مشاركتها في أعمال الجمعية العمومية لمنظمة السيدات الأول بإفريقيا أمس بأديس أبابا. الأمين العام النائب لوزارة الشباب والرياضة يطلق عملية معاينة الطلاب الراغبين للالتحاق بالمعهد الوطني للشباب والرياضة للعام الحالي 2018. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. عقد اليوم وزير المالية والميزانية الدكتور عبد الله صابر فضل اجتماعا ضم عمداء دوائر العاصمة العشر بهدف إخطارهم بتشكيل لجان لتوعية المواطنين بضرورة دفع الضرائب. كان ذلك بمباني الوزارة. آدم حنفي فاضل. وزارة المالية والميزانية والدوائر العشرة بالعاصمة جمينة يجتمعان في طاولة مستديرة من أجل تشكيل لجان تقوم بجمع الموارد الضريبية المتعلقة بدوائر العاصمة جمينة، وذلك عبر القيام بعملية إحصائية والتي دعا إليها وزير المالية والميزانية الدكتور عبد الله الصابر فضل، الذي ما زال يرغب في إصلاح ميزانية الدولة وتخفيض من أعضاء الديون عبر المؤسسات المعنية بوزارته، وذلك لأجل البحث عن حلول مناسبة تسعى لمعالجة العجز المالي، مؤكدا الوزير أن هناك أموالا مرصودة ومخزونة لبعض الناس يجب لها تنظيم آلية خاصة بها. اجتماع يعتبر الأول من نوعه يكون بين الوزير ومعيته من جهة والعمد العشرة لدوائر العاصمة جمينة من جهة أخرى. العمد وفي مداخلتهم أثناء الاجتماع أكدوا للوزير بحجتهم الواضحة بأن الشعب بحاجة ماسة إلى تنظيم عملية توعوية حول احترام وتطبيق النظم الضريبية، فالوزارة لابد أن تنظم حملة للمواطنين حول معرفة قيمة الضرائب وأهميتها، وخاصة القرار الذي يخوله المرسوم رقم 421 لكل من الأسواق والدكاكين والمنازل. ناقشنا مواضيع فيما يخص الضرائب، والضرائب ده يعني شيء مهم جدا، لأن بدون الضرائب ما ممكن التنمية في البلديات. فعشان ده يعني في اتفقنا على تكوين لجان عشان يسووا الحسابة. هذا ويشار إلى أن كل دائرة بها لجنة تقوم بجمع الضرائب ويترأسها عمدة الدائرة نفسه، وينوب عنه مسؤول جمع الضرائب بالدائرة، وستبدأ أعمال اللجان في العاشر من شهر أبريل لهذا العام. كما عقد وزير المالية والميزانية الدكتور عبد الله صابر الفضل اجتماعا آخر مع مدراء المصارف والفاعلين الاقتصاديين، وقد ناشد الوزير المدراء بالنظر إلى أحوال الموظفين الذين أخذوا سلفيات من البنوك، وذلك نظرا لتخفيض المرتبات. آدم حنفي فاضل مرة أخرى. فاعلون اقتصاديون وإداري بنوك يعملون تحت ظل الشراكة الثنائية حول دعم المشاريع التنموية بالبلاد اجتمعوا مع وزير المالية والميزانية دكتور عبد الله الصابر فضل، الذي وصف الهدف من هذا الاجتماع هو طلب الحكومة من شركائها بأن يقوم كل من الفاعلين الاقتصاديين وإداريو البنوك بالبلاد بمراعاة أوضاع موظفي الدولة الذين اقترضوا منهم. وأثناء ذلك تحدث المعنيين الشركاء بأن العملية ستؤخذ بعين الاعتبار، وذلك بعد القيام بدراسة تسعى لمصلحة الجهات الداعمة والموظفين أيضا، ومن أجل جدية وأهمية هذا الموضوع الذي سيسهم في تسهيل الوضع الاقتصادي سيتم تشكيل لجنة متابعة لهذا الجهد برئاسة المدير العام لخزينة الدولة، وبها أعضاء يمثلون كل من البنوك والاقتصاديون الذين اجتمعوا لدراسة الوضع الراهن لمساعدة الموظفين. أشارت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو إلى الجهود التي بذلتها البلاد في مجال الحد من انتشار مرض السيدة، مناشدة الدول الأخرى ببذل المزيد من الجهود من أجل القضاء على هذا الداء. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها في أعمال الجمعية العمومية رقم 20 لمنظمة السيدات الأول بإفريقيا لمكافحة السيدة المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. أحمد هارون الغالي. خلال تواجدها بأديس أبابا العاصمة الأثيوبية، قامت سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو بالعديد من الأنشطة،
حيث شاركت في أعمال الجمعية العمومية العادية 20 لمنظمة السيدات البلاد الأول بإفريقيا من أجل مكافحة السيداء. هذه الجمعية العمومية قد أولت في مضمونها اهتماما كبيرا بالمرأة والطفل، وخلال الملاحظات والتقارير السنوية أكدوا بأن تشاد قد لعبت دورا كبيرا في محاربة السيداء، لذا فإن تشاد تعتبر مثالا يحتذى به خاصة في محاربة انتقال هذا الوباء من الأم إلى الجنين. ممثل الأمم المتحدة ميشيل سيدي بي أشاد بجهود سيدات البلاد الأول لمحاربة السيداء، مؤكدا بأن هذه الجهود لا شك ستساهم في إنهاء هذا الوباء الفتاك. من جانبها سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو أثناء تناولها ناصية الحديث قدمت العديد من الإنجازات التي حققت من خلال الأنشطة المختلفة حول محاربة السيداء بتشاد، مشيرة إلى مؤسسة القلب الكبير وجهودها المتواصلة ووقوفها مع المرضى والضعفاء. فتح اليوم النائب الرابع لرئيس الجمعية الوطنية أحمد نظيف خاطر أعمال الورشة الاستشارية الوطنية حول مكافحة مرض المناعة المكتسبة السيداء التي نظمتها شبكة البرلمانيين المكلفة بمرض السيداء، وكانت بدعم من منظمة اليونيسف. المناسبة جرت بقصر الديمقراطية مقر الجمعية الوطنية عاش أحمد دوكي. الحد من انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة وإيجاد الحلول الناجعة للقضاء عليها هي أهم النقاط التي تصدرت جدول أعمال الورشة الاستشارية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز والمنظمة من قبل شبكة نواب الجمعية الوطنية المكلفة بالسيدة. الكلمة الترحيبية التي قدمها رئيس شبكة نواب الجمعية الوطنية حيث تناول أبرز الجهود التي قامت بها الشبكة في تنظيم العديد من الورش والخطط والاستراتيجيات التي ترمي إلى القضاء عليها. الأتيلي ده النقطة المهمة ده ندور نعرف زمان ده كان الميديسين بس بنتر الدواء، وحاسة منين قدامنا ندورو المديسين ذاتك ينتو ليل دكاترة الدقاق منهم الانفرمية والساشفام عشان هم من ذاتك يقدر ينتو الدواء هنسيدة للمرضانين حتى يسوى الكشف كيف يعملوا الكشف وينتو يكتبوا الدواء. ممثلة منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف أيستا باي سيديبي أشادت بجهود الحكومة المبذولة تجاه القضاء على الإيدز، كما طلبت من البرلمانيين ضرورة توعية المواطنين بأهمية الفحص المبكر خاصة النساء والأطفال وعدم تجنب المصابين به. في كلمته الافتتاحية للرئيس الرابع للجمعية الوطنية أحمد النظيف خاطر قال بأن وباء الإيدز يمثل مشكلة صحية عامة مما يهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويزيد نسبة انتشاره وتنقله في المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية، كما دعا في نهاية كلمته بضرورة أخذ الحيطة والحذر من انتشاره بشكل أوسع. من أجل الوقوف على نتائج الحملة الزراعية للعام 2016 نظمت وزارة الزراعة والري والمعدات الزراعية ورشة فنية ترأس افتتاح عملها الوزير السيد قمر السليك بحر الدين عبد الشافي. الورشة الفنية التي وضعت لمعرفة النتائج وتقييم الحالات العامة للتنمية الزراعية لعام 2016، كما أن هذا البرنامج الاقتصادي يشمل العديد من المشاريع التنموية التي توليها الحكومة عناية فائقة مما يساعد على تمويل المشاريع في القطاع الريفي. وقد أشار ممثل برنامج الأمم المتحدة للأغذية والزراعة محمد منصور إلى ضرورة معرفة الأحوال العامة لتسيير هذا القطاع. ممثلة الاتحاد الأوروبي أشارت إلى أهمية معرفة نتائج الحالات العامة المتعلقة بالقطاع الزراعي. وزير الزراعة والري والمعدات الزراعية حث المشاركين في الورشة إلى الخروج بنتائج إيجابية تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير الأمن الغذائي في البلاد. فالغرض من الورشة مراجعة شنو اللي تم بالنسبة لتمويل الزراعة في كل هالبلدان، وبالذات إذا بالنسبة لتشاد شنو اللي صار فيها. فالورشة أكدت كونه فعلا في البداية كانت في مبادرة جيدة بالنسبة لتشاد. التمويل حتى وصل مستوى 16% من الميزانية في السنين المضت 2013-2014، لكن بالأسف من 2014 ولحد الآن كل في انخفاض نسبي من سنة لسنة الثانية.
والجدير بالإشارة فإن الورشة الفنية التي وضعت لتقييم ومعرفة الحالات العامة للزراعة تعطي أولوية قصوى للمشاركين والممولين الاقتصاديين على الاهتمام والتركيز بهذا القطاع الحيوي. بدأت اليوم بمباني الخلية الدائمة بفرش أعمال الدورة الثانية لاجتماع لجنة إدارة مشروع الجبهة الوطنية للبيئة التابع للوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير. الاجتماع يهدف إلى تقديم حصيلة نشاطات المشروع للعام الماضي 2017. المناسبة ترأسها المدير العام النائب للموارد الغابية والمائية بوزارة البيئة والصيد محمد حسن أدم. إن البلاد قد وقعت على العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية وحماية الموارد الغابية والمائية من جهة والحياة البرية من جهة أخرى، وعليه جاء عن إعقاد الدورة الثانية للاجتماع السنوي للجنة إدارة مشروع الجبهة الوطنية للبيئة التابع للوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير، وذلك بهدف عرض الحصيلة الشاملة لنشاطات المشروع في العام الماضي 2017 وكذا إعداد خطط واستراتيجيات جديدة واعتماد الميزانية التسييرية للعام الحالي 2018. المدير العام للموارد الغابية والمائية الرشيد أحمد إبراهيم في كلمته بهذه المناسبة طلب من أعضاء اللجنة التسييرية للمشروع بذل المزيد من العمل من أجل بلوغ الأهداف المنشودة والخاصة بحماية البيئة ومكافحة الجفاف وتعرية التربة من أجل خلق بيئة صافية وملائمة تسهم في تنمية العالم الريفي لا سيما قطاعي الزراعة والثروة والحيوانية. من أجل التخطيط للطاقة المتجددة وكيفية الحصول على تمويل للمشاريع في القطاع الكهربائي، نظم مشروع الاتحاد العالمي لمكافحة التغيرات المناخية بالتنسيق مع وزارة البيئة ورشة في هذا الإطار. عز الدين الأمين نصر. توفير الطاقة المتجددة وكيفية الحصول على تمويل المشاريع في القطاع الكهربائي هو المغزى من تنظيم هذه الورشة التي نظمت لأكثر من 20 عاملا في مجال الطاقة، ويرمي هذا المشروع الذي أطلقه الاتحاد العالمي لمكافحة التغيرات المناخية بالتعاون مع وزارة البيئة بتشاد إلى الحد من غازات الاحتباس الحراري وتوفير طاقات متجددة تمكن المشاركين الاستفادة من الثروات الطبيعية المتوفرة وخلق نشاطات مدرة للدخل. الأمين العام لوزارة البيئة أوليفي سعيد كيمتو أوضح في كلمته التي افتتح بها أعمال الورشة إلى أن هذا المشروع سيعمل على توفير الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة التنمية في إطار سياسة الدولة في مجال الحفاظ على سلامة البيئة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية التي أضحت تمثل واقعا معاشا وتحديا عالميا يشوش طمأنينة المنظومات الوطنية. واستطرد أوليفي محددا أهداف المشروع الذي يهدف إلى ترقية الطاقات المستديمة واستغلال المقدرات الوطنية في مجال الطاقة الشمسية، كما أن المشروع يشكل انسجاما وتكاملا هاما يستجيب لتطلعات بلادنا في مجال استغلال الطاقة المتجددة. هذا وتستمر هذه الورشة حتى الثاني من شهر فبراير المقبل. دشن اليوم المدير العام لوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار ديانكو ماندوي دشن مركز الدراسات للتنمية ووقاية التطرف. المناسبة حضرها السفير الإماراتي لدى البلاد سعادة محمد علي الشامسي، وقد جرت بحي جاره بالدائرة الثامنة. آدم محمد شرف الدين. يجيء افتتاح مركز الدراسات للتنمية ووقاية التطرف الكائن بحي أنجاري بالدائرة الثامنة، وذلك بهدف مكافحة التطرف عبر تنظيم الدراسات والبحوث العلمية، حيث شهدت المناسبة مداخلات عدة والتي بينت من خلالها بأن التطرف أصبح حديث الساعة في العالم أجمع والبلاد خاصة. لذا من خلال هذا المركز يستطيع إنشاء جيل قادر لحماية البلاد من التطرف والوقاية من أخطارها. عقب ذلك تحدث ممثل عمدة بلدية الدائرة الثامنة، والذي أوضح في حديثه بأن فتح هذا المركز سيساعد في التعليم العالي للمضي قدما إلى الأمام، مشيرا إلى أن إجراء البحوث العلمية هو المنبع الأساسي لتقدم الدول وتنميتها. الهدف الأساسي لهذا المركز هو حماية الوقاية عن التطرف، ده شيء مهم جدا، ولكن الوقاية عن التطرف لا يكون بطريقة همجية، يكون عبر الدراسة وعبر البحث، ولكن
أريد أن أؤكد لكم أن هذا المركز هو مفتوح لكل البحث ومفتوح لكل الدراسات. أي دراسة، أي بحث يؤدي إلى التنمية والتطور فنحن هنا نقوم به. ممثل وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار ديانكو مندوي عند افتتاحه رسميا لهذا المركز قال بأن السلام والأمن هما الركيزتان الأساسيتان لنهضة المجتمع، وأن محاربة التطرف والوقاية منها أمر ضروري يتطلب محاربته من كافة الأطراف، وهذا ضمن مساعي رئيس الجمهورية إدريس ديب إدنو لمكافحة التطرف ونبذ العنف في الوسط الاجتماعي. وأكد أن التطرف ليس منصوصا في الأديان السماوية بحيث اتخذتها بعض المجموعات التي تريد حتك سمعة البشرية، وهذا لا يساعد حتما في التنمية المستدامة للبلاد. تم تنظيم حفل تخريج 4 من رجال الجمارك بعد إكمال دراستهم بمدينة بانجي عاصمة إفريقيا الوسطى. حفل التخريج ترأسه ممثل المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية السماك بحضور المدير العام للجمارك. تقرير زينب أحمد عبدالله وقراءة حسن جد عمر. إن استلام هؤلاء الشباب الأربعة لإفادة نهاية التدريب يؤكد إكمال حمل الدراسة النظرية في مدرسة مفتشية الجمارك التابعة لدول المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا المركزية، ذلك بعد دراسة استمرت 5 سنوات بمدينة بنغي بجمهورية إفريقيا الوسطى. وعلى حسب ممثل المجموعة النقدية لإفريقيا المركزية تعد هذه الدفعة من أهم الدفعات في إدارة الجمارك على مستوى دول السماك، حيث حضروا جميع التدريبات المتعلقة بإدارة الأمن الضريبي وحماية وتنظيم العمل الجمركي. المداخلة الثانية كانت لمدير التدريب بمدرسة الجمارك التابعة للمجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا المركزية، حيث قال فيها إن المدرسة ومنذ تأسيسها خرجت عددا كبيرا من الطلاب، وتعتبر هذه الدفعة هي الثانية منذ تأسيس المدرسة، وهذه الدفعة تخصصت في عمليات قسم التفتيش والمتابعة، وقبل تخرجهم خضعوا لدراسة نظرية لعامين وثلاثة عوام أخرى تطبيقية. لم يخرج المدير العام للمدرسة الإقليمية للدول الأعضاء بمنطقة سيمال عن إطار ما قاله من سبقه، بل أضاف بأن هذه الدفعة تؤدي دورها على الشكل المطلوب، ذلك نتيجة للنتائج التي خرجوا بها خلال 5 سنوات من التدريب ما بين النظري والتطبيقي، وإجمالي خريجي المدرسة يمثلون 4 خريج من كل دولة من دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لإفريقيا المركزية. تم اليوم اعتماد الميزانية العامة لبلدية الدائرة الأولى للعام الحالي 2018 بحضور مستشاري البلدية وعمدة الدائرة الأولى محمد إبراهيم صيام. تقرير خليل حسن صالح. الدورة العادية لاعتماد ميزانية العام 2018 لبلدية الدائرة الأولى تشهد تعديلا طفيفا مقارنة بميزانية العام 2017 بحسب المندوب الإداري لبلدية الدائرة الأولى محمد سعيد حجر، حيث قال أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد ونظرا لقلة مواردنا المالية فإنه من الضروري مراعاة الوضع والعمل على التوافق بين المصروفات ودخل البلدية. عمدة الدائرة الأولى محمد إبراهيم الصيام يقول إن هذه الميزانية تساعد الحكومة في إجراءاتها المتخذة لتخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة. دميل دي سادة كان بيجا سنة سابة وحكومة طلبت عشان ياتوا كله يقوم يساكرفي نفسه عشان الدولة ده تمشي عديل، عشان داني نقصنا الميزانية منو كان بيجينا 2017 ألف واحد مليار 291 مليون فرنك سيفا، هسه نقصنا سوينا 1 مليار 201 مليون، عند نقصها أنا 1.07%. إن شاء الله الكونسي يفهمونا ونناقش نقطة بنقطة لحد ما نلقوا نستفقوا ونفوتي بيجي أنا 2018. وعليه فإن ميزانية العام 2018 لبلدية الدائرة الأولى تستدعي العمل بحذر ومراعاة المصلحة العامة والابتعاد عن هدر المال العام واستغلاله في الأمور الخاصة حتى تستطيع البلاد تخطي الأزمة المالية دون إلحاق الضرر بالمصالح العامة. قدمت مساء اليوم الرئيسة الوطنية لخلية الاتصال والأخبار للجمعية النسائية السلياف نيهو داماجي كلاريس قدمت بيانا صحفيا
تناولت من خلال الأنشطة التي نفذتها الخلية خلال العام المنصرم 2017 وكذا الرؤية المستقبلية للخلية حتى العام 2027. نتابع جزء من البيان في ميكروفون الزميل محمود مسلفي. شيء السنة في 2017 سنة أسامبلي جنرال وفي أسامبلي جنرال ده شلنا حرارات حرارات ده بيجي لنا ميشيل بلان داكسيون شيء الندورو هنا في 2017 لادي 2027 لأشهر سنة ده شنو سيليا في دور خدمة شنو سيليا في دور يسي وما شنو مش المال الندورون خدمه بيه وقلنا من ماي 2017 يا اليوم ده الحمد لله بارتنر دول كل ساودونا وفي ادال انتونا فينانسوما لجينا ده خدمنا بيه في فافور هنا بنات وهنا اوين هنا تشاد وشكرنا كثير شكرنا غوفرنمان كولا شكرنا اوتوريتي لوكال دول في انتن دول الغادين فوغا ال 16 انتن دول و ناس اخرين اكثر اخرين جاي يخدموا لي دروا دي فام دروا دي في كلو شكرنا عشان هم كل ساودونا وكيد اننا في تيرين جاي نخدموا و بعد دا قلنا سلياف اندا 20 سنة في 2016 وسنا تيبات دا نسيليبري انيفرسير 20 اني انا سلياف. عقد اليوم اتحاد الشباب من اجل التجديد التابع لحزب الاتحاد الوطني من اجل الديمقراطيه والتجديد الاي ان دي ار عقد مؤتمرا صحفيا حول الاوضاع الراهنه التي تمر بها البلاد. ياسر محمد احمد. جاء هذا المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد الشبابي من اجل التجديد التابع لحزب الاتحاد الوطني من اجل الديمقراطيه والتجديد اي ان دي ار حول الاوضاع التي تمر بها البلاد. في مداخلته نائب رئيس مكتب الشباب بالحزب أبو بكر علي تناول مسألة قطع رواتب الموظفين وأسعار الوقود ودعا كافة الشرائح الاجتماعية للإسهام ومعالجة الوضع العصيب وأضاف أيضا إلى أن الأزمة الحالية ليست محصورة هنا في البلاد فحسب بل تشمل معظم الدول الإفريقية وعليه يجب على المواطنين التعامل معها بأقلانية وإجراء الحوار لأن الحوار هو السبيل الأمثل للوصول إلى نقطة التفاهم. وبعدها توجه ممثلي وسائل الإعلام بتقديم العديد من الأسئلة التي تدور حول كيفية احتواء الأزمة المالية والتخلص من الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. عقدت المندوبية الصحية بالبطحاء اجتماعها السنوي بهدف تقديم وتقييم الأنشطة السنوية لجميع المرافق الصحية بالإقليم. المناسبة ترأسها الأمين العام لإقليم البطحاء محمد طاهر جبرين الحر. اجتماع اللجنة القيادية للمندوبية الصحية الإقليمية بالبطحة الذي حضره كل مسؤولي المناطق والمراكز الصحية هدف إلى تقديم تقرير عام لعمل القطاع الصحي بالإقليم للعام المنصرم، كما تناول المجتمعون نقاط الضعف والقوة للقطاع في خضم الأزمة المالية التي حدت من إمكانيات المستشفيات والمراكز الصحية، ما دعا المشاركين إلى مطالبة الحكومة بتقديم المعدات التي تعهدت بها أهمها الأدوية وثلاجات التبريد وغيرها. الأمين العام لإقليم البطحة كودي دانيكي هنأ القائمين على أمر القطاع الصحي بالإقليم لما أنجز خلال العام 2017 وطلب منهم ضرورة الصمود أمام تحديات الأزمة المالية في سبيل تحقيق سياسة السلطات العليا بالبلاد التي تضع الصحة ضمن أهم أولوياتها. نبقى دائما بالبطحة حيث نظمت مدينة أمحجر عاصمة مقاطعة البطحة الشرقية ورشة عمل بهدف تحديد وتشخيص احتياجات المنطقة للمنشآت الرعوية والمائية. شارك في الورشة المسؤولين الإداريين والشيوخ التقليدين. مرة أخرى محمد طاهر جبرين الحر. رؤساء المراكز الإدارية شيوخ الكانتونات ومسؤولو التنمية الريفية بمقاطعة البطحة الشرقية يعكفون على إعداد خارطة باحتياجات مناطقهم
للمنشآت الرعوية والمائية. فخلال 3 أيام أعدت خرائط بما يفتقر إليه كل كانتون من آبار رعوية، مخازن لعلف المواشي، صيدليات بيطرية، وممرات ترحال البدر حل. هذه الخرائط التي دعا إلى إعدادها برنامج تقوية الرعي المعروف ببريباس ستسمح وفقا لمسؤول البرنامج بالبطحة الأمين النور بإعداد المرحلة الثانية للبرنامج الممول من التعاون السويسري. ممثلة الإدارة المحلية الأمينة العامة لمحافظة البطحة الشرقية غراس جمادوم قالت إن تنفيذ هكذا مشاريع رعوية سيسمح بتفادي النزاعات المتكررة حول نقاط المياه، كما يحل معاناة الرعاة من ناحية الماء. يذكر أن برنامج بريباس يعمل بخمسة أقاليم لمدة 12 عاما. احتفلت منطقة الصفيق التي تبعد بحوالي 40 كيلومترا غربي مدينة أم حجر عاصمة البطحة الشرقية بتنصيب ملكها الجديد مختار حسين مختار، وذلك وسط حشد كبير من المدعوين. محمود حسن سم. كانتون دار مسمجي الواقع في البطحاء الشرقية والذي يضم أكثر من 120 قرية كانت عاصمته الصفيق الواقعة على بعد حوالي 40 كيلومتر غربها مدينة أم هجر، على موعد مع التاريخ هذا السبت 27 من يناير 2018، حيث وفد إليها آلاف السكان من مختلف المدن التشادية وكذا من القرى المجاورة لها، سيما أبناء المسمجي الذين حضروا من مختلف أنحاء الوطن لحضور حفل تنصيب الملك الجديد مختار حسين مختار الذي عينه بمرسوم الرئاسي في 5 سبتمبر 2017 خلفا لوالده الراحل حسين مختار، حيث لف عليه العمامة سلطان درو الدي محمد أرادة الثاني. ذلك بعيد تنصيبه رسميا من قبل المسؤول الإداري للمركز الريفي لمدينة أم حجر محمد إبراهيم. كلمات عدة قدمت أمام المحتفلين بهذه المناسبة، منها كلمة لرئيس اللجنة التنظيمية إبراهيم حسين مختار، فبعد إن شكر فيها رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو على الجهود التي يبذلها من دون كلل ولا ملل من أجل ازدهار تشاد، فقد رحب بكل الذين حضروا حفل التنصيب سيما السلطات المدنية والعسكرية لحاضرة البطحاء الشرقية، وكذا بكل السلاطين والملوك الذين حضروا من مناطق بعيدة، خاصة أبناء المسمجي الذين حضروا من مختلف مدن البلاد وغير ذلك من المدعوين بخلاف المسمجي. المسؤول الإداري للمركز الريفي لمدينة أم حجر الذي نصب الملك رسميا فقد دعاه إلى العمل يد بيد مع مختلف أبناء الكانتون من أجل تنميته في مختلف مجالات الحياة وأن يتعاون مع السلطات الإدارية بالمنطقة. في رده الملك المنصب مختار حسين مختار أمام هذه الشماهير الغافرة أكد بأنه سيبذل قصارى جهده من أجل خدمة السكان في الكانتون، وطالب الجميع بأن يعملوا من أجل تنمية الكانتون اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، خصوصا أن هذا الكانتون ما يزال تنقص العديد من الخدمات الضرورية سيما في مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب النقية، لذلك يبقى تدخل الحكومة أمرا ضروريا. يشار إلى أن الحفل تميز بتقديم عدد من الهدايا إلى الملك مختار حسين مختار، منها سيارة من ماركة نيسان باترول من السيد عبد اللطيف عبد الله يوسف. أطلق اليوم الأمين العام النائب لوزارة الشباب والرياضة عملية معاينة الطلاب الراغبين في الدخول للمعهد الوطني للشباب والرياضة دورة 2018، تقرير محمد السليك وقراءة عائشة أحمد دكي. 709 شابا وشابة يجلسون لمعاينة الدخول للمعهد الوطني للشباب والرياضة دورة عام 2018، قدموا من مختلف ضواحي العاصمة جمينة. وقد أطلق امتحانات هذا العام العامين العام النائب لوزارة الشباب والرياضة الذي تحدث عن أهمية التربية البدنية. أنا اليوم جينا لكونكور أنا ENGS وتشوفوا في بلدنا هسه
سوبيان ما عندهم كدمة وأكما يدور إيشان يفورم أنسيان دول على ذلك دور كي ينتم يرفع وادين إيشان في مغودم على في أزودناس يك دور يسوي كدمة سمة في بلدنا. ويعتبر هذا العدد الكبير للمترشحين اهتماما منهم بهذه المادة الوليدة والتي تعتبر من أهم المواد التي يحتاجها الشباب الرياضي. ونشير إلى أن إجمالي الأعداد المرشحة للخوض في امتحانات هذا العام بلغ قرابة 1496 خاضعا من الجنسين في كافة الأراضي الوطنية وموزعين إلى 13 مركزا. وصلتنا برقيتان للتعزية، الأولى من مرشد الطريقة القادرية المكاشفية بغربي وشمال إفريقيا الشيخ عبد الرحمن آدم إسحاق، والثانية من ممثل أبناء إقليم جرابي تبيستي أبكر آدم جورنو، يقدمان فيها التعزية لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو ولأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولأسرة فقيد الأمة فضيلة الشيخ الدكتور حسين حسن أبكر الذي توفي يوم 14/1/2018. إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار، ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.